بأن أنا أكون على الجادة وأكون على الصراط المستقيم لأجل أن أكون في هذه الرتبة. على فكرة الصالحين بيربوا بالسكوت وبالصمت، يعني ليس ضروريا أن هو يتكلم الصمت كثيرا. البليغ. صمته تربية لبعض مريديه ولبعض أبنائه. فبلا شك أن الحيازة أو الاقتباس من هذا النور الأتم كان لآل بيته الكرام على طول الزمان. ولذلك القرآن الكريم يقول لنا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الله، فحبنا لآل بيته ولأقربائه، نعم، تكليف من الله سبحانه وتعالى. أيوة. ومن يكره آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يستقيم مع الإيمان. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني القريب الحفيد القريب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، ورسول الله يقول: حسين مني وأنا من حسين، من أحب حسين فقد أحبني. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الرتبة الأولى التي سيتكون عليها البيت المحمدي أو آل البيت فيما بعد، يجعل ذلك من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك المصريون الحقيقة فهموا الدرس وفهموا هذا القول، وقالوا: إن كل من اقترب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من عاين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نجلهم ونحبهم. فنحب صحابته الكرام، ونحب آل بيته الكرام، ونحب كل من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب كل إنسان على الجادة. هو قريب إلينا، قريب إلى قلوبنا، متعلقين به. ومن على غير ذلك ندعو الله سبحانه وتعالى له أن يقترب وأن يصل كما وصل هؤلاء جميعا. فنحن أمة ود، أمة محبة، أمة قرب من الله سبحانه وتعالى، نرجو الخير للجميع. مولانا، الحلقة بالأمس يعني سألتك سؤال بسيط أجبتني.